برعاية في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. صباح النور عسلامة، مرحبا بكم ناس الكل، شكرا لكم على اختيار موجات الحياة أفام. هذا موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة، معكم سيام حمدي في الميكرو، يرافقني أيمن ليجا في الإخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، وتحضر معي في استوديو الأخصائية النفسانية التربوية مدام نجيب الحاجي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، صباح خير سيام وعسلامة للناس الكل. صباحك ورد وياسمين اللي كنتي والناس الكل تسمع فينا على الحياة أفام. دونك اليوم مدام نجيب باش نكملوا في نمط آخر من أنماط شخصية طفل، حكينا على الأناني في الحصة اللي فاتت، اليوم مش نحكيه على النمط العنيد. هذا يا سيدي النمط ذي أكثر تشكيات من الأولياء، ديما يحسوه أنه سلوك غير طبيعي بالمرة. ولدي عاند، ولدي ما يسمعش الكلام. كانت تتذكر يا سيمك قلت لك رامي مو يحبوا الطفل السلبي، حط ثم تلقى ثم. أور الطفل العنيد راهو بالنسبة لي هو راهو سلوك طبيعي بريء، ما لا يدخل في الحالة المرضية، خاصة عنا في فترة زمنية بين 3 سنوات، بين العام، باش نزيد نهبط أنا، بين العام ونص للخمسة 7 سنين في تكوين الشخصية الأصلية، راهو صغير يلزمه يكون يعاند، يلزمه يفرض في عام ونص. مدام نجيبة مش حسيته صغير برشا، عام ونص باش يعاند. احنا مع التطور التكنولوجي تنجم عام وثمانية شهر عامين كل صغير وكيفاش. اما احنا اون فيت اتونسيون انه صغير كيقول لا سي بوزيتيف، كيقول لا، راه معناتها هذه مرحله يسمى مرحله العناد النمائي للطفل، معناتها تجي في فتره زمنيه معينه مش مربوطه بطون، نقولوا انه الصغير هذايا يفرض في ذاته، يبني في شخصيته، يفرض في روحه، يقول جسوي لا، انا راني انسان، انا عندي قراراتي وعندي ارائي ونحب نختار، نحب نبرز وجودي، معناها ككائن مستقل وحر عندي معناها صفاتي ومؤهلاتي. دونك الصغير هذا يعني ظاهره صحيه، خلينا ولا ظاهره صحيه عاديه، خاطر هو رو معناها طفل عادي وسلوك بريء، يلزم يكون هكاك. كان ما يكون شكاكة باش بعد هذية، بالعكس راهو من بعد تو كي نشوفوا في مستقبل الطفل وقت اللي يولي معناها يكبر ويولي مراهق اتسيتيغا، مش يكون عنده كالصلاب النفسي ونجم يقاوم معناتها المشاكل الاجتماعيه، ونجم ياخذ مواقفه وحده، ينجم يقرر وحده، ينجم يقفل روحه وحده، وينجم يختار بين الصحيح وبين الغلط، وينجم هذي صغير يعرف وقتاش يقول اي وقتاش يقول لا. معناها الفتره هذية معناها علماء النفس اعطوها معناها ان بوزيتيف ان جراند بوزيتيفيتي، معناها حاجه ايجابيه برشا. وهذه مرحله عمريه كل واحد كيفاش صنفها، انه الصغير يقول لا مو ايجاست، معناتها ينجم يقول لك لا معناها بالصوت والكلمه لا، وينجم براسه وينجم بصبعه معناتها، او يرفض انه يعمل الحاجه اللي يرفضك الحاجات هذيك. الطفل هذا باش يتسم معناها الصفات الاصليه باش الولي يا ولدي اقبل ولدك وراهي حاجه باهيه، شرط انها ما تفوتش معناها الحد نتاعها، معناتها في اج معين الي اكسبتابل. دونك شنو الطفل هذا الصفات اللي عنده؟ مش تلقاه صغير عنده صوته مرتفع شوي، مش تلقاه عصبي ديما، مش يكثر ويكرر في كلمه لا كل شيء لا 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 لا، يرفض الساعه اكثر حاجه انه يرفضها هي تطبيق الاوامر. انت تقول له هكا هو يقول لك لا، باش اكل احنا نقولوا الصوره العكسيه انه باش يعكسك في كل شيء. الصغيره ذايا في يبدا في كل شيء، مدام نجيبك يبدا يعكسك في كل شيء، مش تولي معناها زايده على الحد شويه، ليش؟ خاطر انت تو اسلوبك اللي هو اللي خلاه يعمل هكاك، ويمكن انت سوء معناها لازم الولي يعدل الاسلوب. يلزم الولي قبل انت ما تفرض عليه، يلزمك انت تعرف اك المرحله النمائيه اللي تتطلبها الوضعيه هذه، انت كيفاش تتعامل معها باش انت ما تكرسش اك السلوك، ما تزيدش تنميه. راهو احنا الوالدين ولوا معناها هما اللي يساهموا باش يكثر من الله، وباش يرفض طرف معناتها تنفيذ الاوامر، وباش باش يقو احياته كل باش يخليها لا. دونك انت تكون بليز انتيليجون كو لوي، وتعرف كيفاش تحتوي، وتعرف كيفاش تتعامل معاه، تو يقلص هو من ما هالعناد نتاعو، ما هالرفض نتاعو. دونك احنا كيفاش تو انت كولي، احنا هنعطينا الصفات، وراه الصغيرة زي في ساعة تعرف ما عنديش كاموفلاج معناتها نتج على اي نمط من التربية الوالدية مدام؟ والله هو هذايا معناتها طفل متمرد يسمى نورمالمون، زاد هكا الأقرب انها التربية الوالدية المتسلطة،
خاطر اكل تسلط الخفيه وكل معناتها الكبت الخفيه مش يتمرد من بعد ومش مش يرفضك في كل شيء مش يتعامل معاك بك الصد والصراع والرفض دونك شنو انت كيفاش كوالي ديما نعمل على ولي خاطر انت اكبر وانت يلزمك تفهم مسؤول على تربيه الطفل هذاك على تربيته معناها دونك شنو انت ما تقابلش عناده بالعناد خاطر انت مرات تلقى ام البس هذه وتفرض عليه طوت ما انت هو يقول لك لا وانت تقول لي اكيد تقابل العناد بالعناد وتولي وتصيح وتعيط وتعلي الصوت معناها هذاك اما انت كون قابله بالهدوء وفي بلاصه انت باش تفرض عليه اعطيه برشا خيارات دونك انت ما تقابلش العناد بالعناد مثل في اللبسه تعطيه أعطيه ثلاثة أربعة هو يختار إحنا أنا جايين فيها ذيك بالترتيب خاطر نحب هذه ما ضابينا عزيهم أعطيها وقتها خاطر وبرشا أولي يتذمروا ويحسوها حالة مرضية كغيمو معناها وهي لطون اللي هي حالة عادية على الأخر حالة عادية تتطلبها مراحل عمرية معينة هني قلت لك أنا تنجم من العام ونص من العام وثمانية شهر من العامين حتىش السبع سنوات أكف الفترة معناها الحساس البناء الشخصي اللي هذي صغير إذا كان ما يرفضش وما يعاندش وما يعليش صوته وما يعملش معناها رياكسيون خلينا نقول ردود فعل ما يسميش دونك يولي حاجه طبيعيه يولي يخوف يبوز لا كيسيون دونك انت بيدك كبارون ما تكثرش من كلمه لا مش هو يقول لك انت تقول له لا معناتها انت بيدك الفرض التسلطي الفرض التسلطي معناها انت كي تتحدث معاه ماذا بك كلا زيك تبدلها باسلوب اخر هنا تو زاد نجوه خصص له وقت اسمعوا مش انت تجيه في اخر لحظه تقول له لازمك تاكل لازمك تلبس لازمك تعمل هكا دونك الضغط الوقت هذاك يخليه هو مش يرد فعل اوتوماتيكمون انت كي تحكي معاه وتهيئوا نفسانين وتسمعوا وتهيئوا للوضعيه كان باش ياكل كان باش يلبس اتسيتيغا دونك هو بيدو مش يبدا في وضعيه قابله للنقاش وقابله اتسيتيغا انت تتكلم فيه ولدك العنيد هذا لازمك تخزر العينيه تخزر العينيه وتحدثوا اكل حديث بالعينين اللي انت راضي عليه اللي انت مبتسم اللي انت معناها باش يفهم الصغير مدام نجيبه هذا اي باش يفهم الصغير لغه العينين بين يفهم لغه العينين ويفهم الحركات ويفهم السكنات ويفهم وقتاش متغشش شوف راهو معناتها الصغير ويفهم كل شيء معناها الصغير علاش لازم نعطوه قيمه في كل شيء ونتحروا في سلوكنا في كل شيء خاطر هو قاعد يقلد وقاعد يخزن وقاعد يلاحظ ورانو يتعلم الملاحظه والنمذجه راهو ينجم علاش احنا مرات نقولوا هذا يجي معاه عندي كوبايه وخاطر يرابوها كيكه خاطر دقه الملاحظه عند الطفل والنمذجه راهي معناها كومبيتونس قويه لانه هو الطفل مادام نجيبه صفحه بيضه هكيك تولد صفحة بيضة ما يعرف حتى شيء باش يكتسب يعني بعدك ولو أن هو صفحة بيضة تو ما عادش هو خطر الصغير مش شنو يولد صفحة مش بيضة احنا قبل سهام كي حكينا في التربية الوالدية قلنا راهو الصغير من اللي ينشأ في كرسوم ويبدأ يتسجل له كل شيء ما عادش صحيح معناتها برشا يقول ايتون فوي بلانش نون بلو معناتها يدخل عنده دي زونرجيسترومون عنده برشا معناها ردوا بالكم هكا ردوا المقبلين على الزواج يخزن معناه كل شيء يخزن كل شيء ويفهم كل شيء ويتفاعل مع المحيط ديكي لي معناها ان فوتوس في كرش امه من اللي هو جنين في كرش امه راهو يتنقل له كل شيء بما انه بالرابط السري بينه وبين امه راهو امه كان امه حزينه يتفاعل معاها كان امه معناها فرحانه يتفاعل معاها راهو الصغير يبدا يخزن في معلوماته من نشأتي في بطن امه ملي واضح معناها فترة الحمل ديجا راهي فترة معناها حساسة جدا وراي نجم هذيك الفترة هذيك تبدا فيها بناء شخصية الطفل وتفاعله مع المحيط دونك حاجة أخرى أنك أنت خليه وهو في عناده بعد ما يهدأ الوقت هذاك أنت تبدا تتناقش معاه بهدوء وتاخذه في حضنك وراو هذا ما يجيش وراو هذا يجي وما يسالش اعطيه فرصه باش يعبر راو انت كي تضغط عليه باش يزيد يعاند اكثر باش يزيد معناتها يتعنت اكثر دونك معناها كل شيء بيديك انت علمه كيفاش يدير غضبه ويتحكم فيه معناها من خلال مواقف من خلال القصص من خلال معناتها دي فيديو من خلال انت اش تحكي له حتى معناها اهميه تعمل... القصص والروايه مدام نجيبه عند صغير يظل يتبدل فيه برشا حاجات في التعلم عن طريق القصص راه كيما قلنا يتعلم من الملاحظه يتعلم من النمذجه يتعلم من القدوه حتى القصص خاطر فيها عبر
ويتعلم من العبر والصور الصغيرة معناتها كي تبدا قصة تتماشى مع مؤهلاته الذهنية ينجم يفهمها يتفاعل معاها يفهمها وينجم يتبنى هو شنو مش يقلد السلوك اللي صار كيما مش يتفرج على حاجة مش يحاول يقلده في بلاصة مش يتفرج على سبايدر مان اتسيتيغا ويبدا في العنف في العنف وفي السياح وفي العياط اعطيه انت قصة تربوية تهذب له سلوكه خاطر راهو التعلم عن طريق القصص على الأقل تكون قصص هادفة وتربوية تعدل له من سلوكه وتوفر عليك أنت أنت تنجم تحترم ولدك وتحترم مواقفه وتحترم قراراته تخليه تحطيه كما قلت لك برشا خيارات باش ينجم يختار تكون زادة واقعي في الأوامر متاعك الواقعية في الأوامر أطلب المطاع لتستطاع إذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع أطلب ما بما يستطاع معناتها أنت ماكش معناها هذه قاعدة عامة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع هكا فما يمكنش للطفل معناتها هو يلعب وشيخ باللعب تقوله ستوب إجا أقرأ وإلا هو معناتها معاش يعمل في أكتيفيتي دو بانتور إتسيتير قوله قص 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 طوى إجا أرقد دونك هذه يلزمك انت تدرج به بشويه 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 ثم تمهيد مسبق معناتها كل شيء وحاجه هامه جدا حاول تستبدل الاوامر باسئله مثلا في بلاصه باش تقول له اي يرقد يلا 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 قوم قوم ليه تقول له انت وقتاش اي عندك 10 دقائق في ديك ونمشوا نرقدوا اي معاد معاد عن النوم طب اي شنو رايك نزيدوا شويه ونمشوا نرقدوا دونك الاسلوب يتبدل وكانه هو يحس هون يروحوا هو اللي باش يساهم في اخذ القرار يعني هو باش ياخذ القرار ولا انت تحيز باش هو ياخذ القرار معناها الحاجه النفسيه وهو مقتنع بها وهو مقتنع لانه اختارها اونفا هو انت كي تعطيه تقول له مثلا باش يرقد فبلاص تقول له قوم ريت الامر يولد مش يولد الرفض عيني انت تقول له شنو رايك اي عايش ولدي عايش ولدي معناتها ما عادش قولك الدنيا ظلامه وما عادش علينا وقت غدو باش نقوموا بكري اي كمل لك اللعبه نتاعك ونرقدوا توني كمل اوتوماتيك ما يمشي والا شنو رايك شويه اخرى ونرقدوا معناتها فماك البريباراسيون فما معناها دونك الاسلوب مدام نجيبه هو اللي يفرق اسلوب الاولياء في التعامل مع اسلوب الاولياء وحتى الاولياء في تعاملهم بين بعضهم راه انت كي تشوف علاقه ام وبو فيها معناها فيها كلي احنا نقولوا فيها التصادم وفيها الرفض وفيها انك النقاش الحاد روحت كي تناقش قدام ولدك يلزمك تناقش اي زي ما يلزمك انت حتى كان فما مشكله تحاول تناقشها بهدوء بصلابه باش هو بيدو بعد ياخذك السلوك هذاك ويولي هو يتصرف به باه النصائح العامه مدام نجيب للاولياء خاصه في التعامل مع هالانماط نتاع الشخصيه هذوما ساشون كو ينجم الوليد الصغير يجمع بين اكثر من نمط معناها في الانماط اللي حكينا عليهم الكل احنا ساعه باش نبليه نمرر الاولياء معلومه اللي هما يبدو متقلقين يا ولدي شبيهك حاجه يلزم ياخذها بعين الاعتبار هو راه ما نجموش نقولوا هالنمط نتاع الشخصيه هذه افضل من الاخر كل طفل هو انسان متميز وفريد معناتها من نوع عنده تصرفات خاصه عنده كيفيه دونك مادام الحل في الولي مش انك انت تقول علاش ولدي هكا وها ولدي مش كي غيره ما تقارن صغير بصغير اون بليس انت اللي تنجم تتحكم فيه التعامل مع صغيرك اتقن التعامل وتعلم تدرب ثم تدرب ثم تدرب واقرا اقروا اقروا ديما على اولادكم راك تنجم تعدل سلوكك به هو راهو معناها اولادنا اليوم امتدادنا الغدوه معناها دونك هو مشروع يعني من رجالات المجتمع غدوه بطبيعه راهو ما احسنش من انك تربيهم التربيه الحسنه وتحصر وإذا رأوا كل صغير قادر للتهذيب والتعديل في سلوكه دونك أنت يا ولي رأوا تنجم يكون الخطأ منك أنت قبل ما تحاسبه هو حاسب نفسك أنت قبل ما تتصرف سلوك أقرأ له حسابه أنه ينجم يكونك السلوك ذكره مش ياخذه ولدك دونك أنت سلوكك ما تلوموش كي تلقاه في ولدك دونك أنت إذا كان تحب وابنك معناها شنو ما سميش شخصيه فضله ما سميش شخصيه افضل من شخصيه هو جاكي ما هكي احسن التعامل باش يكون عنصر صالح كيما نعاود اقرا ثم اقرا تدرب ثم تدرب ثم تدرب على تربيته واللي ما عندوش معناتها قابليه ومسؤوليه للتربيه ما يجيبهمش
فوالا مادام جابهم يتحمل مسؤوليتهم ويحاول انه يربيهم بطرق سليمه باش ينتج شخصيات غدوه. معناها رو ما احسنش من ان تقر عينك بهم ولا اشقى من ان تفرط في تربيتهم. معناها هذه اولادنا هم وربي فضل صغيرات الكل وربي فضل الوالدين الكل يا ربي. وتحيه لك انت مدام نجيبه الحاجه الاخصائيه النفسانيه التربويه على كل النصائح اللي يعطيك الصحه انت على اختيارك المواضيع هذه مواضيع بيها. شكرا لك مدام نجيبه يعطيك الصحه. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الحياه في العائله. نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمينا. الحياه في العائله، التطرق الى نمط العيش العائلي وابرز المسائل اللي تهم العائله.